والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف نبيه سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي الزهراء محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم من الأولين والآخرين. صلى الله عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم. طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظيما. فيا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا علي يا علي يا علي، حبك أرجى أملي. وهو الذخر ليوم أرجلي. عبدكم يا أمير المؤمنين، أنا عبدك، أنا عبد لعلي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. إن قبلني أمير المؤمنين أن أكون عبدا، يعني غلاما لعلي بن أبي طالب. هنيئا لمن يكون عبدا لأهل البيت صلوات الله عليه مجمعين، عبدا لعلي أمير المؤمنين. هو علي يقول أنا عبد من عبيدي محمد صلى الله عليه وآله، يعني علي يمشي على منهاج رسول الله صلى الله عليه وآله. فهنيئا لمن يكون عبدا لأمير المؤمنين صلوات الله عليه. عبدكم أنا عبدكم أنا عبدكم أنا عبدكم. عبدكم يحميه نار من طوى. عبدكم يحميه نار من طوى. حبكم من جمرة مشتعلي كلما وقعت في فكي أسد. إخواني، الليلة مثل ليلة عيد الغدير، ترى يعبر عنها بروايات أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين بالغدير الثاني بعيد الله الأكبر في رواية
الحذيفة عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، فذكر علي عبادة، ما أحلى هذا الذكر لك يا أمير المؤمنين. كلما وقعت في فكي أسد، خلي البهجة في قلبك وبينها على وجهك، الليلة ليلة سرور أهل البيت صلوات الله عليه مجمعين. كلما وقعت في فكي أسد، كلما وقعت في فكي أسد، صرت أدعو يا علي يا علي يا علي يا مدد. الله أكبر. كلما وقعت في فكي أسد، صرت أدعو يا علي يا يا علي يا نفس طه، يا علي يا نفس طه، يا علي يا روح طه في الحياة، يا علي يا نفس طه في الحياة، يا علي يا نفس طه في الحياة، يا علي حل لكل المشكلات. عندك حاجة، الله اطرق باب أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. يا علي يا نفس طه، الجميع أريد ينادي يا علي يا نفس طه، يا علي يا نفس طه في الحياة، يا علي حل لكل، بعد ثانية، يا علي حل لكل، أنت قد أرشدتنا درس الحياة، أنت قد أرشدتنا درس الحياة، فعلى روحك أزكى الصلوات. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته، بفضل الله وبرحمته، فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هدية لسيدتنا ومولاتنا وعظيمتنا سر الوجود مولاتنا الزهراء الصديقة الكبرى صلوات الله وسلامه عليها، لأبيها رسول الله صلى الله عليه وآله، لبعلها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، لأبنائها المعصومين، خاصة لولي أمرنا، لصاحب نعمتنا، لمن يملك أنفاسنا ووجودنا، الحجة بن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف، ونحن معه إن شاء الله. عطروا شفاهكم ونوروا قلوبكم بالصلاة على محمد وآل محمد. إخواني، لضيق الوقت، الليلة ليلة مهمة إخواني، ليلة مهمة جدا. نحن في سلطنة مولانا وسيدنا ولي أمرنا صاحب نعمتنا الحجة ابن الحسن، أرواحنا له الفداء، الوجود كله تحت سلطنة يد هذا الإمام العظيم. هذه الليلة أول ليلة والإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه يتوج بتاج مهام الإمامة، وليس يتوج بتاج الإمامة كما يقول البعض، وهذا المصطلح خطأ إخواني وإبخاس بحق الإمام المعصوم. الإمام هو إمام قبل أن يأتي إلى الدنيا،
فلا يقول أحد أنه وصل إلى سن الإمامة أو بلغت إليه الإمامة، لا، مثل هذه الليلة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه توج بمهام الإمامة، بشهادة الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه جاء دور الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. إخواني، أنا مفهرس أذكر في دقائق معدودة جدا، والكلام فيه هنالك عمق وفيه بحث مفصل ومطول إن شاء الله تسمعونها من الخطباء الآخرين، من أصحاب المنابر الآخرين، وأنتم تقرؤون عن أحوال هذه الأيام المباركة المقدسة عند أهل البيت صلوات الله عليه مجمعين. مجرد دقائق وجيزة، ونريد أن نلتجئ هذه الليلة إلى مولاتنا الزهراء صلوات الله وسلامه عليها حتى نقرأ حديث الكساء المقدس. في ليلة ما أعظمها حرمة، ما أعظمها بركة، ما أعظمها فضيلة عند الله سبحانه وتعالى، ليلة التاسع من ربيع الأول، شهر أفراح أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. الآية التي توجت بها حديثي، التفتوا إخواني، بسم الله الرحمن الرحيم، آية رقم 58 من سورة يونس. إخواني، القرآن الكريم ينهانا عن الفرح، الله تعالى ينهانا عن اتخاذ الفرح، المؤمن لا يفرح كثيرا. في الرواية عندنا ابكوا كثيرا وافرحوا شنو؟ قليلا. أنت تحزن كثير وعليك أن تفرح قليل، لأن الحزن يجب أن يغلب على فرح الإنسان. إذا فرح الإنسان مجرد جعل حياته الدنيوية حياة فرح وحياة سرور، الله تعالى ما خلق الإنسان من أجل هذا، ما خلق الإنسان من أجل أن يجعل الحياة الدنيا لهو ولعب. ولهذا القرآن الكريم يوم اللي يجي إلى الفرح يقول إن الله لا يحب الفرحين، صحيح؟ مو القرآن الكريم يقول؟ الله تعالى يقول إن الله لا يحب من؟ لا يحب الفرحين. إذن شلون الآية التي توجنا بها حديثنا يأتي رب العالمين ويأمر، مو أنه يجعل المسألة مباحة، بإمكانك أن تفرح وبإمكانك أن لا تفرح، لا، قال فبذلك فليفرحوا، يعني أمر، فبذلك فليفرحوا. قل بفضل الله يا رسول الله، التفتوا إخواني، قل بفضل الله يا رسول الله، بين، قل بفضل الله وبرحمته، بفضل الله ورحمته، فبذلك فليفرحوا، على الناس، على المؤمنين أن يفرحوا. شنو هذا الفرح؟ القرآن يقول أنت لا تفرح، الفرح ذلك إخواني من أجل الدنيا، من أجل مكاسب دنيوية. إن الله لا يحب الفرحين، كما عندنا القرآن يذم السباق، القرآن يقول من أجل الدنيا أنت لا تتسابق، هذا السباق من أجل الدنيا هو مذموم غير ممدوح، هذا السباق يأخذ بك إلى النار، هذا السباق يخليك في مواضع الشبهة، هذا السباق من أجل الدنيا يخليك تنسى رب العالمين. في نفس الوقت هو القرآن الكريم يقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، هو القرآن الكريم يقول والسابقون السابقون، في آية أخرى يقول والسابقون الأولون. زين، إذن شلون هالآيتين نفس في مسألة الفرح إخواني؟ ذلك من أجل الدنيا، السباق الذي من أجل الدنيا لا مذموم، أنت ما جئت إلى الحياة الدنيا حتى تتسابق من أجلها، أنت إجئت إلى الحياة الدنيا حتى من خلالها الأيام المعدودة تكسب رضا الله سبحانه وتعالى عبر محطة أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، عبر محطة علي أمير المؤمنين، الحسن الحسين أبناء الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليهم. لكن أنت سابق إلى ذلك العمل الذي يؤدي بك إلى الله سبحانه وتعالى، مو أنه امشي به، القرآن يقول لا، أخذ السباق، يعني اترك الآخرين، هذا اللي ديروح إلى ذلك العمل أنت اترك هذا وسبقه، والسابقون يعني اسبق هذا الذي يريد أن يعمل الخير وأنت اعمل قبل أن يعمل. الحرص حرصان، تدرون عندنا حرص ممدوح إخوان،
أن الإنسان يحرص من أجل الآخرة، من أجل مرضات الله سبحانه وتعالى. لكن أكو حرص من أجل الدنيا، اللي الإمام زين العابدين سلام الله عليه يقول: اللهم إني أعوذ بك من هيجان الحرص في دعاء مكارم الأخلاق وشكاسة الخلق. زين، الفرح كذلك إخواني، الفرح أنت تفرح من أجل الدنيا، إجاك فرد شيء دنيوي، لا تفرح بهذا الشيء. إن الله لا يحب الفرحين، لأن هذه الحياة الدنيا زائلة، ما هي إلا أيام. إذن شلون القرآن الكريم مو فقط يجعل المسألة مسألة عادية تقدر تفرح أو ما تقدر تفرح، لا تفرح أو ما تفرح نفس الشيء. قال: فبذلك فليفرحوا. أمرك القرآن باتخاذ ذلك اليوم أو تلك المسألة أن تجعلها فرحا وسرورا على قلبك، بل تظهرها على بدنك أيضا. التفتوا إخواني، تظهر هالفرح مو فقط على مجرد في قلبك تقول أنا مسرور وفرحان، لا، تبين على وجهك. أي فرح هذا؟ تعالوا إلى تفاسير أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. قل بفضل الله وبرحمته، بفضل الله وبرحمته. يقول الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه: فضل الله هو رسول الله صلى الله عليه وآله الذي الله تعالى تفضل به على العباد. رسول الله صلى الله عليه وآله هو الفضل الذي جاء من قبل الله سبحانه وتعالى. بفضل الله يعني برسول الله صلى الله عليه وآله. ومن ثم القرآن الكريم قال: وبرحمته. بفضل الله وبرحمته. برحمته من هو؟ علي أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا يعلق هو الإمام صلوات الله وسلامه عليه، يقول: رسول الله الذي أقام، نعم جاء بالدين، وعلي هو الذي أقام الدين بأمر رسول الله صلى الله عليه وآله. يعني عندك نبوة رسول الله، وعندك ولاية أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وعندك البراء من أعداء علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، لأن الحب وحده لا يكفي. أنت تحب النبي صلى الله عليه وآله لكن لا تتبرأ من أعداء رسول الله، هذا يمكن؟ واحد يقول أنا أحب النبي صلى الله عليه وآله وأحب أولئك الذين ظلموا رسول الله، اليهود الذين آذوا رسول الله، المنافقين الذين آذوا رسول الله صلى الله عليه وآله. لا، واحد تارة يقول أنا أحبهم، تارة يقول أنا لا أتبرأ منهم. التفتوا إخواني، تارة أنا أقول هذا أحب، أنا هذا حب كفر، هذا أنا أحب النبي وأحب عدو النبي، ما يمكن هذا المعنى. أحب المنافقين وأحب قتلة رسول الله وأولئك الذين ظلموا رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا ما يمكن. تارة يكون أنا أقول أنا أحب رسول الله ولا أتبرأ من عدو رسول الله، اليهود الذين آذوا رسول الله، المنافقون الذين آذوا رسول الله صلى الله عليه وآله، أنا يجب علي أن أتبرأ منه. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وآله حينما سئل قال له أحدهم: يا رسول الله عرف لي الدين، الدين شنو هو؟ النبي الأعظم صلى الله عليه وآله عرف الدين بجملتين يا مؤمنين، قال: وهل الدين إلا الحب، بعد شنو؟ والبغض. أنك تحب في الله سبحانه وتعالى وتبغض في الله سبحانه وتعالى. أنا أحب الله عز وجل لكن أتبرأ، لازم أتبرأ من أعداء الله سبحانه وتعالى. يأتي القرآن الكريم يقول: فبذلك فليفرحوا، بفضل الله، برسول الله، بنبوة رسول الله، وبرحمته، بولاية علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. اللي أنت ماشي على منهج علي صلوات الله وسلامه عليه، القرآن الكريم يقول افرح، خلي هالفرح في قلبك وبين على مظهرك. فبذلك فليفرحوا، افرح. ولذلك إخواني الليلة ليلة مهمة جدا، ليلة مهمة جدا. حذيفة يقول: أنا دخلت على الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، أرجوكم اقرأوا هذه الرواية إخواني وابعثوها وانشروها، بينوها للعالم. الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه اللي في الليلة البارحة واليوم كنا في رحاب هذا الإمام العظيم
يقول الراوي دخلت على الإمام العسكري في سر من رآه في اليوم التاسع من ربيع الأول، وجدت الإمام يرتدي ملابس جميلة، وجاعل الإمام أمامه مبخر جمرة، وواضع عليه العود، ويتبخر الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه. قلت له يا ابن رسول الله أي يوم هذا؟ يقول الإمام شرح بدأ الآن. حذيفة أيضا يقول شفت الإمام علي صلوات الله وسلامه عليه في يوم التاسع من ربيع الأول، يقول دخلت عليه قلت له يا أمير المؤمنين يا أبا الحسن أي يوم هذا؟ شلون يوم هذا؟ شنو من يوم؟ قال إنه عيد الله الأكبر. الله أكبر، عيد الله الأكبر، إنه الغدير الثاني. إخواني كل ما إيش قد عندنا روايات عن الغدير، إن شاء الله أحييتم مناسبة الولاية لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه قبل شهر محرم في 18 من شهر ذي الحجة، مناسبة ولاية أمير المؤمنين، عيد الغدير، عيد الله الأكبر الأعظم الأفضل، عيد الغدير. شنو ما أكو من الفضل له إخواني، هنالك الروايات لهذه الأيام التي تأتينا خاصة اليوم التاسع من ربيع الأول، نفس الروايات إخواني، عيد الغدير الثاني يعني المتمم لذلك العيد. هذا العيد الذي يأتينا هو المتمم لذلك العيد. ولهذا كما أنه عندنا من بذل درهما، إخواني التفتوا، مثل ما أنت تبذل درهم، بذل درهم دنانير في حب أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في الأيام الغديرية، اللي يبذل درهم واحد، درهم واحد أنت تبذل في سبيل الله حبا لعلي بن أبي طالب، الله تعالى يعطيك كل درهم ألف ألف درهم، يعني كل درهم أنت تتصدق به لوجه الله تعالى، الله تعالى يضاعفك بمليون مليون أجر يعطيك، مليون أجر يعطيك، ويضاعفك يضاعفك بمليون. كذلك في الغدير الثاني إخواني يستحب التصدق، إذا شفت فرد فقير باكر أعطيه لوجه الله تعالى وحبا للزهراء صلوات الله عليها. شفت فرد محتاج أنت تصدق، أبنائك أعطيهم عيدية، أحبابك أعطيهم عيدية، رفع عن أهلك، رفع عن عيالك. يوم اللي الله الإمام علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه يقول يوم تنفيس الكرب، يوم تنفيس الكرب يوم عظيم، يوم اللي الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه في مثل غد الإمام المهدي يروح له الفداء، توج بمهام الإمامة. هذا أي إمام؟ أي إمام؟ الآن واحد يقول ليش المناسبات الأخرى يعني تتويج الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين بمهامهم، ليش أنتم ما تتخذوا؟ الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه هو ولي نعمتنا، الآن هو إمامنا، حي حاضر يرزق ينظر إلينا، ينظر كل حياتنا تحت يد الإمام صاحب العصر والزمان صلوات الله عليه. إخواني أنفاسي وأنفاسك وأنفاس العالم كله، أنفاس العالم كله، من يؤمن بوجود الله ومن لم يؤمن بوجود الله، من يؤمن بنبوة رسول الله ومن لم يؤمن بنبوة رسول الله، من يؤمن بولاية علي ومن لم يؤمن بولاية علي صلوات الله عليه وعلى أبنائه المعصومين، كلهم يعيشون ببركة نفس واحد للإمام صاحب العصر والزمان. اللهم صل على محمد. بيمنه رزق الورى، بوجوده ثبتت الأرض والسماء، بيمن إمامك صاحب العصر والزمان الله تعالى يرزقك. ولهذا الليلة اطرق باب الإمام صلوات الله وسلامه عليه، الليلة عاهد الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، الليلة كل واحد من عندنا خليه يجدد
حياته ويبرمج حياته الإيمانية على ما يريده الإمام صاحب العصر والزمان أرواحنا له الفداء، يشوف أعمال اللي هو يعملها هل فيه رضا الإمام، الحياة اللي هو ديعيشها هل فيه رضا الإمام صلوات الله وسلامه عليه. هذا الإمام الذي نفسي ببركة أنفاسه، هذا النفس الذي يدخل ويخرج ببركة نفس الإمام، هل نحن نذكر الإمام صاحب العصر والزمان؟ نحن نذكر الإمام في كل يوم ولو 5 دقائق. عاهد الإمام صلوات الله عليه، من الليلة الإمام روحي له الفداء يتوج بمهام الإمامة، من الليلة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه أصبح ولي أمرنا، صاحب نعمتنا، من يملك حياتنا، من يملك وجودنا، من أمورنا كله بيده. عاهد الإمام صلوات الله وسلامه عليه، قل له سيدي ابن رسول الله أنا من اليوم فصاعدا والله راح تشوف فرد بركة عجيبة في حياتك، أنا في كل يوم سيدي 5 دقائق على الأقل، 5 دقائق، أنا ما أقول نصف ساعة، ما أقول ساعة، ما أقول ساعتين باليوم إخواني، 5 دقائق. أين هم أصحاب الحوائج؟ أين هم أصحاب المهمات؟ في اليوم 5 دقائق أنت اذكر بهذه الدقائق 5، فرغ نفسك لإمام زمانك سلام الله عليه، 5 دقائق، ولو بقراءة زيارة آل ياسين، ولو بقراءة دعاء الحفظ للإمام، ولو بقراءة دعاء الأحد للإمام سلام الله عليه، ولو بقراءتك نعم قراءتك لدعاء الفرج للإمام صلوات الله وسلامه عليه. هذا إمام زماننا المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، الذي إمامك الصادق صلوات الله وسلامه عليه يدخل الراوي عليه يقول رأيت الإمام الصادق في ليلة عيد الغدير، ليلة مباركة، ليلة اللي جميع أهل البيت يفرحون بذلك اليوم، بتلك الليلة، يوم مبارك، ليلة مباركة، يقول شفت الإمام المهدي صلوات، شفت الإمام الصادق صلوات الله عليه متوجه نحو القبلة واضع يده على رأسه يبكي، سيدي سيدي غيابك قد أجهد بدني. يقول قلت له سيدي ابن رسول الله يا أبا عبد الله من الذي تنتظره؟ من هذا اللي أنت تنتظره؟ تقول غيابك أنت وين؟ أين؟ من هو؟ قال ذلك هو مهدينا. اللهم صل على محمد. ومن ثم الإمام الصادق سلام الله عليه، اسمعوا يا مؤمنين يا مؤمنات، هذا إمامك اللي من اليوم تولى بمهام الإمامة، إمام زمانك الإمام الصادق سلام الله عليه يقول ليتني أحضر في زمانه كي أكون خادما له. الله، وأنا وأنت من كن خدام للإمام المهدي سلام الله عليه، نقبل ترابنا على الإمام صاحب العصر والزمان صلوات الله وسلامه عليه، بمحاولاتنا، جميع محاولاتنا هو أن نكسب رضا الإمام صلوات الله وسلامه عليه. هذه الليلة إن شاء الله نريد بذلك، بفرحنا، ببهجتنا، بعقدنا لهذا المجلس وهذا المحفل، نريد إن شاء الله رضا الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، حتى تلقي إن شاء الله علينا نظرة كريمة رحيمة وبيدها كل شيء. هذه الأيام الماضية، الأيام الماضية حتى نعم هذا اليوم، نعم عصر هذا اليوم، كنتم في حداد، كنتم في عزاء، كنتم في رزية وأسى على أهل البيت صلوات الله عليه مجمعين، من الليلة الأولى من محرم، البعض قبل محرم الحرام بعدة أيام هم في عزاء، في حزن، يرتدون ملابس السود، ملابس الأحزان. إخواني يوم غد من أسمائه يوم نزع السواد، لا يكون واحد يلبس ملابس سود، يوم غد يوم نزع السواد بكلام علي أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. من جملة الأسماء اليوم غد حوالي 20-25 اسم إخواني لذلك اليوم. الإمام صلوات الله عليه يقول إنه يوم نزع السواد، تنفيس الكرب، يوم الغدير الثاني، يوم عيد الله الأكبر. أسأل الله سبحانه وتعالى
أن يجمعنا في زمرة أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، أن يجعلنا من المحبين لأهل البيت، من الموالين لأهل البيت، ومن المتبرئين من أعداء أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، بحرمتهم وبحرمة الصلاة على محمد وآل محمد.